السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبوا الصحاب، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. 400 نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، وهذا الفيديو شحال نتوما كتنتظروه وشحال نتوما كتسناوه وشحال نتوما جالسين وواقفين وناعسين ومجبدين وكتسناوا هذا الفيديو. هذا المهم، هذا الفيديو هو رجع دابا جات الوقيته باش دخل نخلي معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبوا الصحاب، كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى باحسن الاحوال رب العالمين. اكيد اللقطه اللي شفتوا قبل يعني داك الفيديو كنا صورنا شحال هذيك ايوب بعد ما درنا الاصلاح على البلاصه دي كامله، ورينا لكم الصالون ورينا لكم هذه الجليسه هذه دابا اللي قبات الشيميني. هذا الباب اللي كان مسدود كما كتشوفوا اخوتي دابا راه تحل وتحل لوجهكم اخوتي كما كيقولوا. ان شاء الله باش نوريكم الغرفه النوم ديالي انا وايوب بشحال هادي صراحه الله حنا كنضربوا عليها تماره صراحه باش ما تقولوش لا تماره اخوتي. هذاك الشيء راه درنا يعني بذوقنا، هذه هي الحاجه الوحيده اللي نقدروا نقولوا تفرشات ديالنا تفرش من ذوقنا وتفرش بفلوس اليوتيوب الحمد لله. وكما قلت لكم اخوتي هذا البيت هذا هاد قادين انا وايوب بذوقنا، يعني داك الشيء اللي حطينا فيه يعني بالنسبه لينا حنا كيبان لنا راه شي حاجه ما دايراش، حنا غنشوفوا ما دايراش واش عندنا الذوق ولا ما عندنا، واش داير الذوق ولا ما دايرش، ولا ما عندنا لا ذوق لا والو. لحقاش ما تنزربوش، هذه اول حاجه ما تنزربوش. كنجلس كنفكر انا وفاه انا وايوه ديك اللعيبه تما كتقول لي لا ما تجيش، كنبقاو نقلبوا على شي حاجه اللي غتجي في ديك البلاصه وما كنزربوش، ما كنمشيوش نشريو شي حاجه ونتسرعوا في التالي ما تعجبناش. اي حاجه شفتوها في هذا البيت هذا عاجبنا عاجب علاش لحقاش ما زربناش كلشي درناه بالخاطر، كلشي درناه بالشويه وبالنيه والحمد لله ربي سخر لنا. وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتعطونا التنقيط كدائما، التنقيط تخليونا التنقيط من 1 حتى 10 كيفاش جاكم. المهم اخوتي اسمح لي واخا قراتك يعني هادشي اللي تشوفوا في البيت يعني مازال غادي نزيدوا، يعني هادشي اللي كاين راه ماشي بحال بصافي يعني صافي بور فينا كما تيقولوا، مازال شي حوايج ناقصين، مازال شي حوايج ناقصين، مازال شي حوايج غادي نزيدوهم في البيت. واكيد فوق ما نزيدو شي حاجه غادي نوريوها لكم بطبيعه الحال. وقلا ايوب ندخلو واقيلا تعطلنا، لا لا دابا مشكله ندخلو بلا حليب بلا تمر بلا ماشي جايين، هما راه مالين الدار، راه هما مالين الدار، راه عارفين كلشي ماشي برا الناس برا. راكم عزاز علينا اخوتي داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم بزاف. واللي ما ابونيش يدخل يتابونا في القناه ديالنا. اه بلاتي بلاتي باش نهضر على هذه القضيه كحزتي شويه لي خليني نتفاهم معاهم. ما بغيتوش تابونا دابا انت اللي كتشوف فيه ولا انت اللي كتشوف فيه؟ شنو كتسنى؟ شنو؟ شحال انت كتفرج فينا؟ شحال انت متبعنا ولا شحال انت كتفرجي فينا وشحال انت متبعنا؟ ما غاتمشيوش تبركوا عليك البطونه الحمراء، ما غنوصلوش هذيك 400000 زعما ما نفرحوش، ها؟ كما كنفرحوكم فرحونا اخوتي، الله يسهل عليكم. بغينا نوصلوا ديك 400000 في القريب العاجل ان شاء الله ونعول عليكم. عارفكم عارفكم، تبقوا معايا جنود مجندين باش نوصلوا. قتلتيهم قتلتيهم. المهم اخوتي مرحبا بكم، دخلتي بوا البيت زيد دير نوريو البيت. المهم انا هضرت معكم زيد ما تخليونيش نوصل معكم شي حاجه باش هي هادي. يلا ايوب وقفوا انا وياك اول حاجه. نوقفوا هنايا كيبان والو ياك، بلات بلات لازم نروح لقات الحيط عيط تيبان والو اخوتي ياك، تشوفوا حتى حاجه؟ شوفوا حتى حاجه يا حمزه، ما كيشوفوا والو، ما كيشوفوا والو، ها ما كيبان لكم والو. ابونيتو ولا مازال؟ ابونا ولا بغيتو تشوفوا البيت؟ تابونا وراك من الاول. بسم الله مرحبا بكم، وقبلوا علينا. مرحبا بكم مرحبا بكم، يا مرحبا وسهلا. نهار كبير هذا اللي المتتبعين ديالي دخلوا عندي للبيت، صراحه الله راك نحس بكم بحال راكم جالسين معايا هنايا. درنا لكم الجلسه ديالكم لا تونوا فيكم اللي جاي يجلس مرحبا بها انتم. شكون سبقتي لي بالمتتبعين؟ خلينا يجيو ما يجيو. نسيت. مرحبا رحب بهم. اجي مرحبا بكم. نهار كبير هذا. والله ودي جلس. ما تدوش على راجلي شويه راه فيه ستريس. المهم اول حاجه اخوتي وخواتاتي درنا هذه الجليسه هذه هنايا كما كتشوفوا. على شكل ال. على شكل ال. ودرنا هذا الريدو هذا هذا الشكل هذا، غتقولوا لنا الصراحه الله اضطرينا اضطرينا ان التلفازه غتجينا فوق فوق الفوتوي، لحقاش ما كاينش الا درنا فوتوي واحد غنديرو غادي نيشان ولا هنا غادي نيشان ما غاديش يكون ماشي داكشي. انا وايوب صراحه دابا فاش كنبغيو نتفرجوا ما تنكتوش في الفوتوي، الفوتوي كنكتو الا كنا نهضر على شي حاجه ولا اي ولا شي مونتي غنبغي المونتي يعني باش نكتو زعما شي حاجه ولا اي فاش كيبغي كما قال لكم اي فاش كيبغي من تي مونتي كيجلس في تما، يعني ما تيكونش ما تيكون زعما عقلو مع التلفازه باش شي حاجه ما تلهيش. اما فاش يبغي يجلس يتفرج وكيبغي يشوف شي فيلم ولا كيمشي لك اخوتي لا ويتقابل لك مع التلفازه مزيان ويدير يد على يد بحال هكا ويجلس كتجبد الا كان كيضحك. وريهم حمزه هذه البلاصه هذه، هذا لابتي دوني درناها بهذه الطريقه هذه، هذو هما اللي كنا شرينا من كيتيا، كنا درنا وحده هنايا درنا وحده في ديك الجهه راه اييه. ودوك المرايات هاد المرايات هادو كما شفتو درنا
هادوك كنا خديناهم من هادو خديناهم من ايكيا اييه درناهم فهاد فهاد الجهه فاش جبناهم في الاول بقينا حايرين ما عرفناش فين نديروهم طان كذا 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 دابا حنا فاش جبناهم خفنا يعني نزادو لهم داكشي الشكل ديالهم وصراحه هذا فكرت عليا قلنا بجوج بينا قلنا علاش ما نديروهاش هنا في هاد البلاصه اللي تجي واعره وقلنا كنحطوا وحده وحده قبل ما نلصقوهم كنا كنشوف هو جاي ولا ما جايش ملي فاش حطينا واحد حتى لاربعه دار فيا ايوب هدرت فيها قلت له ديا براسهم قال لي اه وبقينا انا كنلصق له داك اللصقات هو كيلصق انا كنلصق له هو كيلصق واخا شي وحده عوجتهم واخا شي وحده عوجتهم لك ولكن ما درتش من قلب الصواب واحد القضيه كيما كتشوفوا هاد الثريه هادي قولوا لنا كيف جاتكم وانا اللي كنت اختاريتها وبغيت نقدم واحد الشكر كبير 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 بزاف لواحد السيد سميتو مصطفى هو في المثابه ديال صديق اخ اب كلشي علاش لانه عزيز عليا وكنقدم ليه التحيه من هاد البلاصه هادي كان في واحد الوقيته كما قالت وفاء تحيه كبيره ليه والعائله ديالو في واحد الوقيته كنا صورنا لكم البيت مازال ما فيه حتى شي حاجه كانت كتسيقوا وفاء هاد البلاصه هادي كانت كتسيقها وفاء ما كانت فيها حتى شي حاجه كنا كنقول لكم هنا شنو غنديروا ولا شنو غنديروا وصلنا هاد البلاصه قلت لكم هنا وقيله قلت لهم غندير شي تريه غنديروا انا واحد التريه صونا عليا مسكين قال لي ايوب ديك التريه على حسابي لا واش انا كنت راه ماشي شي انسان محتاج ولا شي حاجه يعني بلا ما تصدق شو قالك ما تزيدش معايا الهضره ما تناقش معايا في حتى شي حاجه هذاك انا كادو ديالي ليك ياك فيما تهز راسك تكون ناعس وتهز راسك الفوق تشوفني وتسكرني والله العظيم الا ديما فاش كنكون ناعس هنا كنهز راسي ديما كنتفكروا شكرا ليه بزاف وتحيه ليه كبيره كبيره للعائله ديالو والهديه ديالو و هادشي اللي كاين وكما كتشوفوا تكمل معكم دابا وفاء شنو داكشي اللي كان اخوتي تبارك الله عليه شكرا ليه بزاف 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 وتحيه ليه كبيره ليه والعائله ديالو وكما قلت لكم اخوتي دابا كنا خدينا من ايكيا اللي كان كاتيا انا شوف وفاء ديما كتقلبوا ديما كتقلبوا هذاك النهار هذاك النهار في كازا تيقول لي ايبر غادي نمشيو لايكيا كنصق نقول له كبيره هاد كاتيا تيقول لي ايكيا وكنمشيو لايكيا كنقول له وزوينه هاد كاتيا تيقول لي كاتيا وقتو هذا وقتكم انتم دابا المهم كما كتشوفوا اخوتي خدينا حتى هادو زوينين بزاف بزاف وكنا خدينا حتى هاد اللمبات هذا ديجا كانوا وحدين يعني اللمبات وفاء قالت لهم اللمبات اللمبات غنمشيو نزكيو يلاه احمد دي معاك اللمبه وسير الحرس يلا لا لا ولا ماشي لامبات لا سكمت فيوزات يلا فيوزات هكا باش تسمع هاد فيوزات تبارك الله زويونين فيوزات فكليتها كنا بغينا ناخذهم في الذهبي العمود الذهبي ولكن ما لقيناهمش لسوء الحظ ما لقيناهمش حيت كنا بغينا زعما نديرهم سلام خيرهم تسالا وبغينا ناخذهم في اللون ديال هاد لي طابلو هادو صراحه ما لقيناهمش ملي شوف داك لارجونتي مع الحيط جاو زوينين يعني جا الله يعطيك الصحه جاو مقاربين واكيد هاد الطابلو هذا هاد الطابلو خوتي بلاتي بعدا بلاتي يا السيف هذا كادو العرس ديالنا هاد الطابلو هذا انا قلت لوفاء بغيت انا نخليوه في الدار الفوق وفاء قال لك لا سيدي غتحيدو ديك الدار الفوق وغتجيبو ليا لهنا ايوا زوين انا نورمالمون شنو كنت باغي ندير في هاد الحيط هذا كنت باغي ندير واحد الطابلو دوك الطابلوات اللي تيبداو صغار و تيكبروا في الوقت و تيمشيو صغار تيجي واعرين تيكون على شكل وريضه ومهم بزاف ديال الديكوراسيون انا بعدا شوفوا فيا شوفيا تيشوفوا فيك شوفيا هاد الطابلو هذا والله الا جاينا مع اللون ديال البيت النعاس ومع هاد الريدو هنايا ها وداك الشيء شوف اللون هنا كيجي داك الشيء غزال بلا ما تبقى تقول لي لا واكلا لا لحقاش علاش سمحوا لي وسمح لي حتى انت الا جبتي هذاك كبير في على شي خمسه طابلوات مفرقين واحد هنا لا لا ماشي تما ماشي تما غادي تجي هنا لا لا كتكذب عليكم على السخط تما شوف تقريبا حدو من هنايا حتى لهنا كاع ايوا هي هذيك انا ما بغيتش حساكم ما بغيتش ان الطابلو يجي واصل لهذا ما واصلش لهذا هو واصل والله الا واصل نبقاو نتغنوا حداكم هنايا والله الا واصل صافي واصل صافي وهذا الريد هذا اخوتي كما كتشوفوا زويون هذا جبناه من العروي من العروي هذا من العروي فاش كنا مشينا للعروي ولقيناه وعجبنا وشرينا عمود ديال الريد لقيناه وعجبنا وشرينا فهموه راسه خلاص التلفازه ديالنا هذه كانت التلفازه كانت عندي مش حال هذه عزيزه التلفازه هذه راه ملي وقامي ولد لا قبل ما نولد قبل ما تولدي ولكن قبل ما نولد التلفازه عنده ولكن عزيزه علينا خويا فوركا 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 هذيك الساعه فاش كانت فوركا فوركا صحيحه كانت واعره دابا خرجت الفايفكا شوفوا اخوتي بغيت نوريكم هذا العمود ديال الريدو راه درنا له في نفس اللون ديال هادو شريت الوريضه هادو كما كتشوفوا داك درناهم في هو ايكي كي لا كتي 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 لا هذا مبريكوما هذا العمود مبريكوما هذيك الكتي كاع انت صلحتي الجر الله يخطيك مرحبا درنا له هذاك اللون يعني مع هذاك يعني كنحاولوا نوازيو الالوان ولكن دوماج بعض المرات ما كطيحش في اللون صافي كتضطر انك تشوف غير لون واحد اللي غيجي معاه هذا وخلاص هذا الكوفر اللي كنت شريت
كوفر اللي كما كتشوفوا اخويا شوف تبارك الله جا غزال جاني فن واعر 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 بزاف راه مخدات زوين 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 واحد اغلبيه الناس تيقول لك الله لا راك انت لي واعره واعره شكرا لكم بزاف اخوتي وهذا اخوتي يلاه شري لهم غير دابا عاد شويه قبل ما نصوروا هاد العشيه هادي خرجت وفاء وتحيه كاع المتتبعين تلاقيت في مدينه مكناس واحد المحل كيبيع لك شي ديال المعان دابا نصور معكم لقيله ما بقاش عقله المهم دابا نصور لكم ان شاء الله تشوفوا المحل كي داير داكشي تبارك الله زويون و يعني باثمنه مناسبه تبارك الله تبارك الله وكما كتشوفوا هاد السويعه هادي يقولوا لنا كي جات فهاد البلاصه ساعه بعد السويعات دابا ملي كتكون مجبد في براسك متكينه عاد كتفيق الصباح كتشوف شحال في الساعه بنت واحد القضيه اخوتي اكيد غتسولوا على الطبله انا واي مازال مغنينا اخوتي على الطبله شو الطبله هنا غادي تجينا مدوره غير بلاتي لا ماشي مدوره شنو غتجي مربعه هي بلاتي علاش لاخا شو الجلسه كيجيني انا الهم لا الطبله غادي تجي مدوره دوك الطبيعه اللي تكون مدوره لا 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 وانا غتزير لي السباس ملي غندوز لا ما يمكنش غير بلاتي اصلا سمحوا لي واحد الدقيقه حنا كنتغنوا واحد شويه نرجع لكم غاتجينا مربعه والله الا بصح غاتجينا مدوره وغاتجي انا بغيتها مدوره بيضه مدوره درت لك خاطرك في هادشي كامل ولا واش خاطري لان خاطرنا بجوج انا بغيت شوف نقول لك غنديرها مربعه لا بغيت مدوره والله الا مربعه والله الا مربعه عافاك 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 شوف عندي لك واحد الحل اشنو عندي لك واحد الحل غادي يعجبني وغادي حبس غنخلي المتابعين هو اللي غايقول صافي المتابعين المتابعين لكم صافي مربعه مدوره مربعه ها انتوما شوفوا هنا الطبله اللي غتجينا كحال حمزه شويه ليه باش يشوفوا ها شوفوا شوفوا الطبله اللي غتجينا هنا شنو النوع ديال الطبله اللي غتجينا هنا انا قلت مدوره انا قلت مربعه مدوره مربعه مدوره والله تنديرها المهم داكشي غير كتب الله ما كتشوفوا خلاص هنايا كاين بلاكارات زوين عجبني الطريقه باش تيمشي البلاكار ويجي عجبني بزاف 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 شويه البلاصه خوتي هذه كلها فيها التعلاق هاد البلاصه كامله تعلق وعندي عندي كفر فور عافاكم سكتي واحد شويه الله يرضي عليك حتى خوتي هنا الفلوس العاقه مخبانه العاقه العاقه لا 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 هذا الشيء ما تحلو هذاك الشيء غيسير غير لا حل لا حليتو الفلوس غيتزلعو عندك شي 6 المليار مخبانه عرفتي داك الشيء اللي حليتي عرفتي داك الشيء هذا داك بوك الفلوس عرفتي الفلوس اخوتي عندنا راه غير مشقلبه باش تعرفوا ماشي زعما وي شحال هاز زاد واخا تشوفوه صغيره ما تحكروش اه وريهم وريهم فيه الغرق لداخل يلا حل سكتي يلا حل حل نشوفو نشوفو هاد الفلوس اللي عندك يلا بلاتي خبيهم حتى على مرتك انا قلق حق هذوك الناس القدام بحال دابا الا جاي يخلص شي واحد ما عرفتش علاش كيدير ديك كيدير فيها وتيدور ها كثير بحال قال المهم شو راك شي بالكودو ها تين 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 تعرفوا يلا سمعوا سمعوا لكم واحد شويه عارف الكودو واش اه اوبن اجي قرا اوبن قرا 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 اوبن شي ولا ماشي اش كنتي عليها واخا نعاودوها عاقبي كتصوروا عاقبي كاي بلا لا عاقبي ها غلطتي في المضبط واه زقلت ناري شافا يا ها هو اوبن اوكي دابا بلاتي 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 ها هو حنا دابا الكفر فور الفلوس وسامة ها دابا تبقى تشري المدرسة إن شاء الله هادي كانوا كيديروها هاد اللعيبة هادي الناس اللي مشاو للعمرة ولا مشاو للحج هادي عقلوا عليها على حساب الشميشة على حساب الشميشة كيديروها في راسهم وكيمشي لا سيري ميما سيري ميما سير ميما سير باش نكملوا التصوير أنا واسير سير سيسو صافي راه ولي في الجميع راه خصو يوري المشاهد لا دابا المتتبعين باك بوبان أنا قلت بلاك 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 بلو بلو ريد جرين بوبان قالك يلو بوبان بوبان صافي ياك بوبان بوبان شنو هذا شنو هذا عنوريك 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 شنو هذا موكي او جرين لا عرفتي اش كتقول لكم انا لا هو كان واحد الرسوم ديال لي بيرسوناج في هاد الالوان كان واحد لابس الخضر واحد لابس الاحمر هذا موكي وانا نانوي موكي وهذا في بوبان وا بوبان وا بوبان يلو يلو شنو دابا قول لي دابا خليت سما سير دابا غادي نكمل لكم الفلوس اخوتي راه حليتو عرفتي راه الفلوس هنا تزلعوا راه بقيت كنخبع ياه اجيو جيو باش تشوفوا واش ما نخبعوا لكم حنا والو والله يا سيدي تتشوفوا معنا اه يا تا كي درتي دخلتي انا هنا دخلتو كيما خرجتي هذا ديرع الا تعقلوا عليه والله الا مازال انتم والله الا دايركم في الكوفر فور وحق الله الا سد عليكم غتكملوا 400000 غنشري قفله ونضرب عليكم القفل ما تعاودوش تخرجوا يح 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 يقول كي ضربك الشواهد ديالنا اليوتيوب
لا تخرج يجمع الشوايد لا بين برونونسيو حنا يفهم عجبني بدي برونونسيو ها انتم اخوتي هذه اول تروفي كانت وصلتنا من يوتيوب فاش وصلنا 100000 وكملنا معكم 100000 شكرا لكم بزاف حيت وصلتونا دابا تقريبا 360000 وكنتمنى لكم توصلوا 400000 الله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف اخوتي شكرا الثقه ديالكم اللي كتثقوا فينا على اختكم وحنا ديما حنا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله كنوريكم غير الحوايج زوينين وكما كتشوفوا حنا البلوكات ديالنا تيكونوا متنوعين كنبغيو نضحكوا كنبغيو يعني كون مره هكا ومره هكا مرات كيكون سفر مرات تكون خريجه يعني داكشي كامل اللي كنعيشوا انا وايوب سفر مرات يكون الخطر كامل اللي كنديرو خوتي كنبارطاجيو معكم ها نتوما راه ترجعوا لبلاصتكم راه سد عليكم اي باش ما تخرجولوش باش ما تلفولياش ولا باش ما يخرجوش غادي نعاود نطرق كلوز داكشي العولمه صافي وخلاص هنايا كاين داكشي ديال الشالون ديالي هذوك شوف 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 شحال مشى صافي ويلي ويلي خدا لي شي لاني محشومه عليك حشومه عليك دابا شي حقهم خبعوا واحد الحاجه وحده اخرى يا صافي وصلنا معاهم هنايا اش مخبعاش مخبع واحد الحاجه واحده اخرى ما شفتوهاش اه هذا كان مخبعو ما ديروش خلاص ديروا دابا دابا انا عندي حساسيه وانت عارفه اه نسيت اخوتي والله عندي حساسيه بصح بصح عنده هو كينطلو واحد الحبيبه حبيبه ترقى عندي حساسيه من هاد الشمسوار تصرف بهاد الماده هادي وتصرف ما عارف علاش الناس عندهم ما عندهمش حساسيه من الفلوس انا عندي حساسيه من الفلوس علاش عرفت لو ما عنديش من الوراق عندي غير السوال الصرف ما عنديش مع الصرف خص الوراق من الوراق عليه فهمتي مع الجلد ديالي تيبغي 4000 وكما كتشوف اخوتي اي بلاد هنا ما غاديش يخرجكم هنا خلاص داير الطغيان جهه ايوب الجهه ديالي وكتجيو من هنا نيشان كتلقاو هاد المرايات هادو انتما غادي تسقريهم هنايا اييه هذا يبغي يصور لان هنا قاش ما نصلحوش ندخلوا بجوج بينا كما كتشوفوا هذا الدوش البنات ديال البيس ديالي مازال ما كملتوش 100% ما كملتوش يعني مازال غيكون هنا واحد الكوليس ان شاء الله غندير في الكحل اش من الكحل كحل لا يحسكم انا خوتي الدوش دايره في الكريم مفتوح والبيض انا باغي الكحل انا خصني الكحل كيفاش الكحل الكحل لا ما كاينش واش كاين ما كاينش الكحل ما كاينش كاين داك الكريم مغلوق كريم مغلوق كريم مغلوق ويجيني في الدوش هانتوما خوتي هذيك اللعيبه اللي شرينا من ايكيا هانتوما زيد احمد ضرب ضرب الزوم نوري لي وفاء في الاخر الله الله لا درتيني كتبان وفاء ياك يا عادي انت شوف هنا اش هي جبنا هنا جبنا هنا شوف فيها في هذيك الاخرى شو يمكن كيبان كز كز ليه لا ديك خصك تقرب عندها فهمتي كتقرب عندها باش الا كان شي بون نوار ولا شي لعيبه كتحيدها هادشي ديال وفاء فهمتي هادي شريتها انايا هنايا حيت انا عارف هاد الستونات تيعجبوها الماكياج وكاينه هادي حتى هي شريناها كنا ورينا لكم في ذاك الفيديو اللي فات هادي حتى هي شريناها من ايكيا هي اطلس اوتيك عقلت ايوب ديال اكادير واحد الطيب ديال ضروري على رجعنا له غنصوروا للمشاهدين رجعنا غادي نصوروا واحد الطيب واعر واعر في اكادير زويون وخلاص هاد الموبل هذا ما شافوش هذا ما شافوش لا الموبل ما شافوش لا خلاص هذا الموبل هذا كما كتشوفوا هنايا تبقاش تقيسيه بالماء راه غيتقشر اه صافي غير مسحت داك قطقط حاسه هو قطعت كتقش عليك ما توقناش على هذا الشيء هذا انا متفقين هنايا صافي صمكنا شي جنه انا وياك كسي كيهضروا زيد قدامي زيد شو خوتي الدوش هذا هو الدوش زيدو قدامي قلت له ما بقاش قاسيه بالماء شنق عليا قالت له حمزه قطع يا شقيني يا خوتي هذا راه صافي انت راه صافي والله جا واحد الجوج ديما كيجي واحد واحد النوع ديال الطير سبحان الله العظيم كثر في الصيف ما تيكونش في البرد الطبله ركزوا لنا على الطبله اخوتي لا مربع عندنا الطبله مدوره فهمتي لا مربع الطبله مدوره كاين واحد الطبيلات عاد شفتهم خارجين جديد فيهم ثلاثه مدورين كتكون ثلاثه وحده كبيره وحده مويه شنو اخوتي غنجيكم نيشان حضيكم ان شاء الله فاش تكون فاش نديروا الطبله امالنا يا حي صافي باش غنجي نلعبوا الكره ان شاء الله غنشوف معكم نشوفوا انا مازال مغني على الطبله ولكن غادي نصور لكم الطبله اللي غنديروا في التاب الطبله مدوره كثير لا اي بلاطك السر اسامه يا ربي حبيبي انت ولدي خصك تكون الاربيط باش توقف مع المنتخب ديال النيربيح ان شاء الله لحقاش لا اله الا الله صافي اسامه بارك صافي بارك صافي بارك تحمس تحمس بابا علاش كدير الولد راه كتعطي شي لعيبه وكيطلع لي حمق لها بها سيري بابا حاج سيري بابا حاج اسامه
وسوري بابا حشيش عشان حمزه وريهم هنايا دير الالترا وايد وريهم هاد الجهه هادي وحش شويه لها باش يشوفوا هاد البلاصه كيفاش جات. المهم كنتسناو النقيطه ديالكم من واحد حتى ل 10. هادي هي الناموسيه الثالثه عندنا. هاد الناموسيه الثالثه هادي هي الناموسيه الثالثه اخر اللي كانت عندنا. يعني حنا راهي كنبدلو بزاف وعاد راه هو واحد القضيه باش تعرفوها راه مازال غادي نبدل بيت الناس مع الوقت لحقاش. المهم حتى هاد الناموسيه ما كانت عندنا شحال هادي وقلنا ما نضيعوهاش ما كانت عندنا في الاخر مازال صحيحه يعني ما قاش جديده ما كناش كاع كنستعملوها كاع. انا ما كنقولش لحقاش كنت عندنا وحده ديجا وحده هنا في البلاد وكنا هادي دايرينها الاخر اللي هي الحاجب وما كناش يعني كنستعملوها بزاف يعني بقات هاي بقات جديده. ما حنا جالسين هنا في الفيرما مع مورين الدار الو كيخصها تستعمل كيخصها تهبط مع تثبيت جديده ضروري ما هي كبيره. دابا هادي انا مع الوقت فكرت مع داك النهار مشيت كنشوف هادشي ديال الريدوات وهذا في واحد المحل وشت اخوتي واحد بيت الناس عرفتي سطاني كي واحد تيديروا لابياج د الحيط كامل كيتابيا الحيط كامل. واش غديرها خصك تحيد داك القبص؟ لا لا يخدم لي على القبص وريته قال لي يخدم لك فوسط على القبص من داك الديكور وكذا يدير لي شي واع. المهم تسناهم مازال مع الوقت ان شاء الله غادي نبدل. انا ايوب عرفت اخوتي راه هاد البيت هادي عرفتي فوقاش مزال قادو فيها عرفتي اللي كانت عندنا ديك الدار ايوب. عرفتي كنردها دقه دقه غير دقه دقه شوف كلشي اخوتي غير دقه دقه حتى شي حاجه ما تسرعوا فيها غير بشويه عليكم. هادشي باش يعجبني انا يعني انا ايوب وكيف قلت لكم وكيف قلت لكم قبيله يعني هاد البيت هذا بوحدو اللي تفرش من فلوس اليوتيوب من فلوسي انا وفاء الحمد لله الحمد لله وشكرا لكم وشكرا لكاع الاخوان والاخوات اللي كيتفرجوا فينا وكنحبكم وكنموتوا عليكم يا احلى عائله بجويه اي وحده يا ربي يفرحها يا ربي داكشي اللي كتمنى في خاطركم اخوتي يعطيكم كاع اللي كتمنى الدريه الصالحه الزواج يعني داكشي سكينه ربي زعما سكينه تي ما عرفش الحال شي سكن ان شاء الله اي وحده داكشي اللي كتمنى في خاطرها يا ربي رزقوا لها وتفرح ان شاء الله يعني كما حنا فرحنا انتما تفرحوا ان شاء الله والله يفرحكم يا ربي امين امين يا ربي. وكيف قلت لكم ما تنساوش عطونا النقاط من 1 حتى 10 والاخوان والاخوات كاين هذا هو الفيديو ديال البيت ديالنا اللي كنتو كتنتظروا من شحال هذه وتسناو من اللي غادي تقول لنا صافي بداو كتقدم فرقه الكور الله عندك الصوت ديال المشاهد ديال مقدم برنامج الله يحفظك شكرا الله يكبر بك والله عندك الصوت ديال مقدم برنامج صافي بليزير دو بارلي افيك توا بون ميدامز وميسيو شي عندك شي خلاص في البلاصه قلت لكم خوتي وخواتاتي ما تنساوش انكم تنصحونا على حساب الطبله اللي غادي نديروها هي بالروج ولا غير طبله مدوره الله يرحمكم نديروها مربع انا باش نطيفو ديما الفيديو انا بغيتها مدوره ايوا صافي المتابعين غايقولنا واش مدوره ولا دايره مدوره ولا فهمتي مدوره ولا دايره صافي قلتها صافي دايره الطبله الجايه ان شاء الله تشوفوها دايره. المهم الخوت كنتسناو صافي اصبر هادي كنا لاحقاش باش كنا كنصورو لانهم ديك ديال الزاج ديال الشمع هادوك راه كنت خوتي خديتها على حساب باغا عاد ناخذ الطبله ان شاء الله وعاد نحط عليهم ديك الشميعات ماشي مربع طبله مدوره اللي غيجيوك تما فوق هادوك الشيء. المهم اخوتي الطبله ان شاء الله داك ما بغيتش نحطهم دابا لحقاش باش ما يتهرسوش ولا شي حاجه خبعتهم حتى نجيب الطبيله ان شاء الله وغادي نحط فوق هذيك الشميعات ونوريها لكم يا ربي امين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مربع مربع مدوره. المهم الخوت والخواتات كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير وتحياتي لكم وكنحبكم وكنموت لكم يا اهل العائله بجويه وبالسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله وتهلاو ليا في راسكم. وكان هذا هو الفيديو ديال البيت اللي كنتو كتنتظروا من شحال هذه وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ومح عليكم بالسلامه عليكم اخوت. شوفوا بعدا هاد غادي تضحك عليا هاد الكوفوزه هادي هادي فاش كنت خديتها جديده الصراحه هاد الله كنت بغيت نحيد هاد الكاريط هذا ما بغيتش تحيد تعييت معاه فزكتو يعني ما بغيتش تحيدها فكل اللي عنده شي فكره باش نحيدو تفيدني بها في الكومونتير ان شاء الله. شوفوا ها تما والو ما بغيتش تحيد باش عرفوا جديد لاصق لاصق عطي ها شوف صبعي ما كيبقى لاصق صبعي شوف او يعطيكم يعني في الاول كان فكره انا وايوب بغينا نديرو بابي با انا وياه تما كون كنا ما طحناش شي بابي با يكون شي لون زوين وبغينا نحيدو يعني زعما بغيناش تبقى هذه البلاصه باينه بحال هكاك مفروطه زعما اللي عنده شي فكره ان شاء الله اخوتي وما تنساوش في لي كومونتير وتحياتي ليكم. غتخسروه لي غتخرجوا عليا نزيدي لا نزيدي والله لا نعسو لي هاد الليله شهدوا شهدوا انا جيت اخوتي باش نجبد قالك والله هذا لا نعستو عليه لا اخوت ولكن هذا شوفوا هذا راه كيطير نمشي نخاف نمشي يطير راه غيطير لك العقل لا ما خليتيش الناس عليه انا لا لا خويا لا وانت شاري غالي وغادي نخليك دير الله لا نطلق من هنا راه ما نريد لكش انا من هنايا تفرعت شنو في رزقي شكون غيتفرع فيه
وسمع انا ما خسر لي الكوفرلي لا انوض وغاد لي لبس ما كاينش واحد اللي عاد مسحو كيدير شنو كيدير هذا ولو رجيله ديال ايو فريق شاد بابا فريق شاد بنت لقينا عجل مو فراقش بالصاع